السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى تكونوا اموركم كامله بخير وعلى خير، وانتم كتتابعوا هذا الفيديو وعشركم بركه باش ما كتمنوا. ان شاء الله كما كتشوفوا في الفيديو، فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده اكيد بمناسبه اقتراب العيد الفطر. ان شاء الله حبيت نشارك معكم هذه الغريبه اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه، كتجي خطيره، اللي ذاقها تسطى عليها صراحه كتجي روعة روعة. وحتى اللي ما عمر دارت غريبة واللي ما كتنجحلهاش، ان شاء الله الا تبعت هذا الفيديو وهاد الطريقه وهاد النصائح اللي غادي نعطيكم جميع الاسرار ديالها باش كتنجح معكم، اكيد غتنجح معكم مليون في المية. وغنضيف معكم واحد السر اللي كيجيها بها هكا محمر، وكتجي بها مرمله، وكتجي مرمله وفي نفس الوقت مقرمشه من برا. صراحه كتستحق تجربه هاد غريبه ديال اللوز والجنجلان، كتجي لذيذه بزاف وسهله في المكونات. كنتمنى تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها. ما نطولش عليكم، دوزوا المكونات ان شاء الله. بسم الله، بالمكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في هذه الغريبه، غادي نحتاجو واحد كاس ديال اللوز اللي مقطع لهذا الشكل ومحمر في الفران، وغادي نحتاجو واحد كاس ديال الجنجلان حتى هو محمر ومنقي، واحد جوج كؤوس ديال سنيده، واحد جوج كيسان ديال الزيت النباتيه، وغادي نحتاجو هنا واحد 250 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاجو زلافه ديال الدقيق، وغادي نحتاجو هنا طبيعه الحال هذا هو رائع كيجي في هذه الغريبه، صابلي او اي بسكوي غادي تختاروا ما يكونش غير فيه الشكلاط، وغادي تضيفوا على هاد غريبه. وغادي نضيفوا كذلك واحد 3 ديال الاكياس ديال الخميره، الوزن ديالهم 8 غرام. وهنايا عندي كيلو ديال الدقيق عبرته، بالنسبه لهاد كيلو ديال الدقيق منين عبرته هزيت منه زلافه هي هذه اللي حمرتها. صافي هذه هي المكونات ان شاء الله، غندوزوا الطريقه على بركه الله. حاجه هو داك البسكوي غنحاول نطحنوه في الهشوار ولا تهرسوه بشي حاجه غير باش يولي لي على شكل بودر، غادي يولي عندي شكل بودر ان شاء الله نطحنو ونطلق. ها هو بعد ما طحنتو كيفاش ولا عندي على شكل بودر. دابا ندوزو ان شاء الله نبداو بالمكونات اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي نضيف واحد جوج كؤوس ديال السكر سنيده، ومن بعد غنضيفو الزبده كما قلت لكم عندي هنا واحد 250 غرام. بالنسبه لديك 250 غرام انا راه عندي مخلطه. بالنسبه لهاد 250 غرام خديت 125 غرام من الزبده ديال العلب هادي لابريري، و 125 غرام زدتها زبده ديال الاكل ممتازه، يعني خلطت بيناتهم بجوج باش كيعطيني واحد التوازن في المذاق. وصراحه هذيك الزبده النباتيه راه معروفه كتجي لذيذه بزاف، واللي ما بغاش يديرها راه ممكن يكتفي غير بزبده مارغارين ولا زبده ديال لابريري ديال العلب، المهم كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا درت الزبده ربع ديال الزبده، ودرت جوج كيسان ديال السكر، غنحاول نخدمهم مزيان حتى هذا سر من الاسرار، ضروري كتخدم مزيان مزيان حتى كدوب ديك السنيده مع هاد الزبده حتى تولي على شكل كريمه. عاد نضيف معكم باقي المكونات كما شفتوا على هاد الشكل، بعد ما خدمت الزبده والسكر حتى كيولوا على شكل كريمه ضروري كنعطيهم الوقت الكافي وحنا كنخدمهم بالكف ديالنا، او ديروهم في العجانه كيبقى لكم الاختيار. وغنضيف واحد شويه ديال المليحه باش كتعطينا واحد المذاق زوين بين السكر والملحه، كتجي روعه. صافي دابا غنضيف دوك جوج كيسان ديال الزيت، دائما القياس كتاخذوه بنفس الكاس، بالنسبه لي انا راه خديتو بكاس ديال العنبه، هانتوما كما كتشوفوا راه حط جوج كيسان. غنحاول حتى هما ندخلهم مزيان مع داك السكر مع الزبده حتى ينسجم ليا الكل مزيان. عاد نضيفو المكونات اللي باقيين عندنا، انا راني خدمت مزيان على الخليط كيفاش ولا عندي القوام ديالو شفتو كي ولا خفيف. غنضيف دابا داك كاس ديال اللوز لي ديجا مقطع ومحمر في الفران، وكاس ديال الجنجلان كما قلنا حتى هو محمر. وغنضيفو دابا هاد البسكوي اللي طحنا، صراحه كيعطي واحد المذاق رائع رائع رائع، غير جربوها البنات كيجي زوين بزاف. صافي غنخلطو الكل. صافي هنايا الجنجلان اللوز البسكوي اللي طحنا، غنضيف دابا ديك زلافه ديال الدقيق. علاش تقولوا لي علاش حمرتها؟ الصراحه هاد الدقيق المحمر كيجي في غريبه لذيذ، وفي نفس الوقت كيعطينا لون موحد وكيعطيها لون كامل، يعني ماشي جهه بيضاء وجهه ما محمراش، يعني كيعطيها واحد اللون زويون كتجي لون واحد، هذاك الشيء علاش كنديرها.
وبالنسبه للناس اللي كيبغيو القرفه نسيت ما قدرت ذكرتهاش معكم، اللي كيبغي القرفه راه ممكن يضيفها، اللي ما كيبغيهاش ممكن يستغنى عليها. انا راني ما ضفتهاش، ولكن اللي كيبغي المذاق ديال القرفه راه ممكن يضيف واحد راس معلقه صغيره. صافي دابا هي درنا داك الدقيق المحمر، غنكمل بالدقيق العادي ونضيفه من بعد الخمارات. دابا ان شاء الله غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، يعني داك كيلو نقصنا منه زلافه هي اللي حمرنا، والباقي هو اللي غادي نضيف عليها. كنبقى ندير شويه بشويه حتى نشوف القوام اللي غتدخل ليا. بالنسبه لهاد الغريبه صراحه راه ساهله، حتى اللي ما كتستقش معاها وحتى المبتدئات ان شاء الله غادي تستق معاهم، لانها ساهله في الخدمه ديالها، ما فيهاش تماره وما غادي تدلكيها، ما غتحتاجي لا حكاكه ما غتحتاجي حتى شي حاجه، وان شاء الله غادي تشقق معاك وتولي عندك معتمده وغتجربيها ان شاء الله. تجربيها وتخليها ليا في لي كومونتير، واللي كيشوف القناه اول مره كنقول ليه مرحبا بي الف مرحبا. ما ينساوش يبارطاجيو لنا القناه باش تكبر العائله ديالنا، وباش نعطيو المزيد ان شاء الله من الوصفات لي مالا. كنتظر التشجيعات ديالكم وتخليونا لي كومونتير زوينه، وان شاء الله دائما الجديد. لان مازال عندي خفيفه، ومن بعد غنضيف الخمارات. بالنسبه للخمارات راه غندير ثلاثه، يعني كل وحده فيها 8 غرام، يعني بالمجموع 23 غرام. صافي درنا هنا ثلاثه ديال الاكياس ديال الخميره. صافي غنبدا ندخل داك الدقيق في الخميره، وفي نفس الوقت راه كنجمعو، وفي نفس الوقت راه بحال هكا راه كتدلك ساهله، ماشي بحال الغريبات العاديه كنديروا الدقيق عاد كنديروا السوائل، لا هذه كنسبقوا السوائل، عاد كنديروا الدقيق، يعني كنتحكموا فيها وما كتعذبناش، وصراحه كتنجح معنا وكتجي لذيذه ولذاقها تيسول على المقادير. صراحه ساهله. وبالنسبه للوز علاش درنا ليه هكا، ما طحنتوش باش يبقى باين هكا مرصوات في العظه، ملي كتعطوا هكا كتحسوا بداك اللوز راه كاين. انا غنستمر هكا حتى نجمع غريبه كامله على هذا الشكل كما كتشوفوا، في نفس الوقت راه كتجمع وراه هي كتدلك وكتجيني تمرمله ساهله يا البنات. غير تبعوا المقادير والطريقه، وهاد النصائح اللي شاركت معكم اكيد مليون في المية صادقه معاك. هانتوما البنات، ها هي بعد ما جمعت الغريبه ديالي ولات على هذا الشكل. ها هي راه مجموعه في نفس الوقت راه مرمله بحال هكا، القوام ديالها خاصها يجي بحال هكا خاصها يجي. صافي كنبقاو نكورو على هذا الشكل، وفي هذا الاثناء راه الفران كيسخن، ضروري الفران. حتى هذه من النصائح اللي خصكم تاخذوها بعين الاعتبار، الفران قبل ما ندخلوا ليه غريبه خاص يكون كيسخن، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت. وبطبيعه الحال ملي كنبغي ندخل الغريبه راني كنقتلو، يعني كنقصو مزيان مزيان وكندير غريبه على الوجه ديالها حتى كتشقق مزيان وكتاخد داك اللوين، عاد كنطلعها طيب من التحت. ونتمنى ديروا بهاد النصائح. ودابا غادي نكورها معكم. بالنسبه للكويره غادي نديرو فيها 28 غرام، كما كنعرفوا غريبه راه كتبغي تكون شويه كبيره، واللي ما كيبغيش الشعبر دير عينها ميزانها. المهم انا غادي ناخد القياسات في بيديا وغنجيب معكم الطاوله اللي غادي ندير فيها غريبه. وهذه هي اللاطه اللي خاصه بغريبه اللي توفرت عندها تكون احسن، لان حتى هي كتساعد على التشقق ديال الغريبه، واللي ما توفرتش عليها راه ممكن دير غير الطاوله العاديه اللي كنعرفوا. وبالنسبه لهذا المول ديال الغريبه اللي خفتي تسق لها ولا شي حاجه الغريبه وتخوفت منها، ممكن دهنها واحد الدهينه خفيفه على هذا الشكل. انا صراحه ما كتلصقليش، ولكن غير هادو نصائح زعما بغيت نفيدكم بها. البنات اللي كتلصق لهم الطاوله شي حاجه راه ممكن يدوزوا عليها غير واحد المسيحه خفيفه هكا بالزيت، يعني غير مسيحه خفيفه ماشي بزاف، لان فيها الزبده ما كنظنش غادي تلصق. المهم غنبدا ان شاء الله نكور الغريبه، وكما قلت لكم غندير فيها 28 غرام. ملي كنحاول نكورها بحال كنبسطها واحد شويه بيديا وكنحطها على هذا الشكل فوق المول، كنحاول غير نبسطها باش ما كتزلقليش فوق هذا المول وتهبط لي وخسر الشكل ديالها. انا غنستمر ان شاء الله بهذه الكيفيه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي، نكورها على الطريقه اللي كتشوفوا معايا. كما قلت لكم العبار راه غديروا من 28 غرام حتى 30 غرام، اللي بغاتها كبيره راه دير حتى 30 غرام، اللي كيبغيها شويه صغيره غايديرها 26 حتى 28. بالنسبه لي انا درت 28 غرام، يعني كناخذ القياسات غير بيديا، واللي خافت ما كتاخذش القياس بيديها تستعن بالميزان. الطريقه راه سهله البنات،
غنستمر حتى نعمر هذا المول. هنا كما كتشوفوا الغريبه ديالي هي بعد ما شكلتها كامله في الطاوه، ان شاء الله دابا غندخلها الفران كما قلت لكم سخون، شعل عليه من الفوق ومن التحت. ملي غندخلها طبيعه الحال غادي نقص على الفران وغنديرها على الوجه اللي كتشقق، ودائما كنردوا معها البال مره مره كنطلعوا عليها، ما نغفلوش عليها لان ما كتاخذش وقت بزاف. يعني الفران بحال هكا راه هو دابا شعل التحت والفوق. بالنسبه ملي غنبغي ندخلها لهنا طبيعه الحال غادي نقص عليها بحال هكا مزيان، نخليها غير بحال الشميعة صافي. وكندير الطاوة ديالي كنديرها حتى كتشقق مزيان، ومن بعد ملي كتفلح غادي نطلعها هنا. بالنسبة ملي غنطلع هنا طبيعة الحال غادي نطفي داك الفوق. كنتمنى كون فتكم. هنا كما كتشوفوا الغريبة ديالي هي هادي بعد ما خرجتها من الفران، كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله ها هي تفلحات كاملة وخدات لون موحد كامل، يعني كاملة مذهبة. حتى ديك التشققات راه كيجيو هكا كيجيو هكا ذهبيين. ها هي نحاول نقربها لكم، صراحه كتجي ناجحه ولذيذه، كنتمنى تجربوها. حتى ديك التشققات كيجيو محمرين مزيانين. حاجه واحده اللي غنقول لكم، ما تهزوها شويه باقا سخونه لان غتفرتت معكم، غتخليوها حتى كتبرد مزيان، عاد كنقدروا نزولوها من هذا المول وديك الساعه نقدموها ان شاء الله في طبق التقديم. بعد ما بردت معايا صافي كتزول بسهوله، كنقدر نحيدها. ها هي كتجي على هذا الشكل، ها هي محمره ومشقه، وحتى من هنا راه طايبه كامله هكا، ما كتلصق ما حتى شي حاجه، بكل سهوله كتزول. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه تاع اليوم اللي شاركت معكم بطريقه جد سهله وبسيطه. كما تابعتوا معايا الفيديو صراحه كتجي لذيذه ومرمله ومقرمشه في نفس الوقت، وكتجي محمره كامله وفي نفس الوقت راه مشقه كامله كما تابعتوا معايا الفيديو. طريقه راه سهله وبسيطه، كنتمنى تكون عجبكم هذا الفيديو تاع اليوم. وما تنساوناش من اللايكات والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وكنشكركم على حسن المتابعه. الى فيديو قادم بحول الله.